اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول الدعاء بتاعنا: اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، أحلى أخوات في الدنيا اللي أول مرة في قناتي. ما ينساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم مني كل جديد. شوف النهارده نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وجايبه لكم وصفه جميله قوي للباذنجان. هنعمله بقى بسر المطاعم زي اللي بيعملوه بره بقى عند بتوع محلات الفلافل والطعميه والحاجات الحلوه دي اللي بتفتح النفس. نزلت السوق بقى وجبت الباذنجان، شو كيلو وربع يعني حوالي ب10 جنيه، رخيص وكتير في السوق الباذنجان العروسي. نزلت جبته بقى ايه بيلمع زي ما انتوا شايفين، يعني تحفة. لسه بقى ايه الصبح بدري كده في السوق بيبقى مع الفلاحين، منظره بقى ايه بيغريني بيخليني اشتريه. حتى لو مش هعمله بشتري. شايفين بقى منظره؟ اول حاجة ايه باخده طبعا تحت الحنفية معانا كده وبتغسل غسلة كويسة، ونشوف هنعمل طريقة التخليل بتاعته ازاي. وعايزاكم يا حبايب قلبي تقولولي من انهي بلد انتوا بتتابعوني، ولايكاتكم بقى عايزه الفيديو دوت تشاركوه لكل حبايبكم وقرايبكم، وكمان توصلوه لألف لايك. انا مش طماعه. احلى اخوات احلى اخوات. دلوقتي جبت حله كده فيها ميه مغليه، وهحط بقى فيها ايه 3 فصوص توم بس دقاهم بقى في الهون، وهنشوف هنحط عليه كمان ايه تاني. بعد كده بنحط معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، وبنحط كمان معلقة صغيرة من الشطة زي ما انتوا شايفين كده، وبنحط برضو معلقة ملح، وكمان معلقة صغيرة من السكر. السكر ده بحطه طبعا عشان البتنجان بيحتفظ بقى ايه يعني ما بيتهراش منه وبيبقى جميل، بيقعد معايا اطول فتره ممكنه. وكمان بنحط عليه كمان شويه خل ونص ليمونه، وبنخلي الخلطه الجميله دي بقى ايه تغلي كلها مع بعض. بعد كده بجيب البتنجان بتاعي وبعدين بحطه زي ما هو. ليه بقى يا حبايب قلبي بحطه زي ما هو؟ وكمان نسيت اقول لكم بنحط عليه كمان معلقه من الزيت، اي معلقه من زيت الاكل. طبعا يا حبايب قلبي الزيت بيديله لمعه كده وبيخلي شكله جميل. بعد كده حبايب قلبي اروح حاطه بقى البتنجان زي ما قلت لكم، بحطه بالعنق بتاعه، ما بشيلش يعني ايه الزعروره. بخليه بالزعروره بتاعته. وبعدين طبعا بسلقه كده، بس اهم حاجة هتسويه 3/4 سوا، ما بسويهوش سوا كامل عشان يحتفظ طبعا ما يتهراش مني ويقعد اطول فترة ممكنة معايا. يلا حطيت بقى ايه كل كمية البتنجان، انا جايبة يعني من السوق حوالي كيلو وربع ب10 جنيه، حطيناهم كده كلهم. هنحط عليها يعني من فوق الوش كده طبق، ده عشان كل البتنجان بتاعي يستوى، يبقى كله سوا واحد، ما تبقاش واحده مستويه واحده نيه. وزي ما قلت لكم هنخليها 3/4 سوا بس. بعد كده بغطيه بقى لغايه ما يستوى معايا. ويلا بقى نحضر الخلطه الجميله اللي هنحشي بيها البتنجان. بعد كده يا حبايب قلبي هنجيب الكبه بتاعتنا او الخلاط، ما عندكيش كبه اعمليها في الخلاط. جايبه بقى ايه فلفل احمر كوبي او مكبب او رومي زي ما ايه بتقولوا، انا بحب بصراحه اعمله بالفلفل الاحمر، في ناس بتحب تعمله بالفلفل الاخضر، المتوفر عندك اعملي بيه. طبعا ومعايا راس توم متقشره، حطيت نزلت براس التوم وبعدين بقرون الفلفل، وعندي ليمونتين زي ما انتوا شايفين هحصرهم كلهم، كل ما الليمون يبقى كتير كل ما يبقى احلى. هنعصر طبعا كده الليمون زي ما انتوا شايفين. وهنشوف هنحط ايه تاني معانا.
جبت طبق طبعا كده عشان ايه اعمل التتبيله اللي احطها في الكبه. نشوف التوابل كلها اللي هنحطها. طبعا عصرت ايه الليمونتين كلهم، وممكن تزودي لو حبيت تزودي تاني زودي. هنعصرهم كده، وطبعا لازم اشيل البذر من الليمون، من عصير الليمون، على طرف سكينه بيبقى سهل كده العصر، او بمعلقه على حرف المعلقه كده، وعصري الليمون هيتعصر معاكوا على طول. خلصنا كده الليمون وعصرناه الحمد لله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ايه؟ نصلي على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب قلبك يتيم، لازم نذكر ربنا كتير يا جماعه. حطينا معاه معلقه بابريكا، معلقه شطه، معلقه ملح، كل الخلطه الحلوه دي مع بعض. وكمان هنحط معانا معلقه كبيره من الخل، شويه خل كده حوالي ربع كوبايه، تمام. وبعد كده كمان هنحط شويه زيت، يعني حوالي معلقتين كده من الزيت. كل الخلطه الحلوه التتبيله الجميله دي اللي عملتها تحفه تتبيله بقى، ما خطيره ما حصلتش. عايزاكم تجربوها وتدعولي. اهو يا جماعة دلوقتي نزلت بيها على الكبة بتاعتنا، وكل ده هيتضرب لغاية ما يبقى ناعم معايا. خلاص يا جماعة كده ضربناه لغاية ما ناعم زي ما انتوا شايفين. يلا بقى هنجيب البتنجان بتاعنا الجميل وهنبتدي نحشيه. جبت البتنجان بتاعي اهو زي ما قلتلكوا تلات ارباع سوا، هبتدي اشيل الزعرورة. هشيل التاج اللي بيبقى موجود فوق البتنجان، وهبتدي بقى ايه احشي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. الخلطه الجميله بقى يعني صراحه بتعملي البتنجان دوت حلو بقى الصبح بقى. الواحد بيبقى صراحه ساعات النفس بقى بتبقى مسدوده صراحه، اي حاجه بقى مقبلات بتفتح النفس. بنجيب بتنجانتين من دول نحطهم بقى جنب طبق فول بالطحينه كده بالليمون، وكمان ممكن جنب الفول وجنب الطعميه جنب او بتسموها الفلافل، كل بلد بيسمي ايه الاكله سبحان الله. في اسكندريه بنقول عليها فلافل، في مصر بنقول عليها الطعميه، كل بلد بيقولوا عليها ايه اسم يعني. هنبتدي بقى ايه نحشي جنب اكلات كتير يعني، في غدا في فطار صراحة ايه بيفتح النفس. رصينا يا جماعة كده التتبيلة بتاعتنا تمام، واللي هيفضل منها هنحطه على الوش وبغطيه وبحطه في التلاجة. حبيت تحطي عليه المية اللي انا حطيته في السليق في الاول وبتعمليه مخلي لمدة اطول ممكن تحطيه، بس اهم حاجة برضو بيتشال في التلاجة، بيتغطى وتشال في التلاجة، يعني أكلة في منتهى الجمال، أحلى بتنجان مخدن. إيه رأيكم بقى في الوصفة؟ ما تنسوش تدعموني بقى حبايب قلبي إخواتي في الله، بحبكم في الله، باللايك والاشتراك. عاوزة أوصل بيكو لمية ألف مشترك، ما تنسوش بقى تدعموني وتستنوني في فيديوهات تانية إن شاء الله جديدة. فعلوا بس زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعارات بالفيديوهات الجديدة. يا رب يا جماعة يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. واخر حاجة بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.